ازيكم يا شباب؟ احنا جايبين لكم النهارده ضيف معانا وضيف عزيز علينا وكلنا بنحبه طبعا، سيادة المستشار. هنتكلم معاه، هو بيلعب لعبة الفانتازيا، هنشوف فرقته، هنشوف هو اختياراته للجولة اللي فاتت، مين اللي جاب نقط معاه، جاب كام نقطة. معانا في الحلقة سيادة المستشار، هنتكلم عن فانتازيا الدوري الانجليزي ولعبتها امتى يا سيادة المستشار؟ ايوه انت الاول، انت قدم لي للناس. ما انا قدمتك يا سيادة المستشار. لا يا استنى، خلي بالك، انا اصغر مؤلف قانون في مصر، وابو المرسوع جنيه انا اللي مؤلف. يا استاذ المستشار احنا بنتكلم في الكوره يا استاذ المستشار. رئيس نيابه ورئيس محكمه وقائد هيئه برلمانيه دوليه، خلي بالك. طب ايه علاقتك بالكوره؟ انا برضه بعرف الناس. اتفضل يا استاذ المستشار. فبالنسبه طبعا لفانتازيا الدوري الانجليزي، طبعا فانتازيا الدوري الانجليزي، يعني طبعا انا بقى لي مده صغيره بلعبها، خلي بالك، لان طبعا كنت مرتبط بلعبه معينه بيس 2006. عارف يعني دورات فيها من 30 سنه. طبعا انا بحب بيه، اللعبه دي جميله جدا يعني. فعندي مشكله يا بيه، انا بعاني، خلي بالك، انا يا بيه دلوقتي عندي الولد محرز نقطه واحده نلعرج. ايه يا بيه الشكل المقرف ده؟ فيها جارديولا ولا اسمك انت كمان يالا؟ عيب، خلي بالك، انا احب يا بيه النقط كتير، لان طبعا صلاح طبعا فخرنا وفخر مصر والعرب. 16 نقطة طبعا، ربنا يحميه، خمسة وخميسة يعني. الحمد لله، بس مستواه نازل الفترة دي. لا يا بيه، هو عنده مشكلة برضه، خلي الولد اللي اسمه راموس ده هو اللي نزل بيه كده سوبليكس يعني. فلسه الإصابة مأثرة عليه يعني. احنا عايزين نرجع لمستواه الحقيقي ان شاء الله. طبعا ان شاء الله باذن الله قريب. الدكة بتاعتك، انا شفت في الابلكيشن بتاعك الدكة بتاعتك عندك ثلاثة جايبين 12 و14 و16، طب راح تعمل فيهم ايه؟ والله يا بيه يعني خلي بالك، انا نفسي مش عارف ليه مش هينزلوا. انا عندي لعيبه يا ابني، مش هينزلوا، هينزلوا. انا عايز العبهم بقى في ايه؟ احنا نعرج وانت كل شويه تطلع لي ده وتنزل لي ده واعمل لي فيها لاعب بقى. انا كمان يا بيه يهمني ان فريقي يبقى قوي واخد نقط كتير. انت جبت كام نقطه يا ست؟ انا في الان يعني 22 نقطه. 22 نقطه الجوله كلها؟ اعمل ايه يا بيه، ظروفي كده، خلي بالك، سوء حظ طبعا وعدم توفيق، انما بقول الحمد لله. طيب سيادة المستشار، الجولة الجاية أنت ترشح لنا مين؟ ولا أنا أرشح لك بقى؟ اتفضل يا بيه، ما عنديش مشكلة. الجولة الجاية هتجيب ستيرلينج، هتلعبه أساسي إن شاء الله. يا رب إن شاء الله. هتجيب محمد صلاح طبعًا، ده معاك أساسي. أساسي يا بيه. في الدفاع بقى تجيب ألونسو من تشيلسي، هتجيب روبيتسون من ليفربول. لا ما عنديش مشكلة يا بيه. وولكر. لازم تتفرج على الحلقة بتاعتنا عشان تتفرج. استنى. ماشي طبعًا. عايز برضه أقول يا بيه إن إحنا عندنا لعيبة كويسة. مين؟ خلي بالك، أنا عندي ان شاء الله باذن الله انا هعمل اتفاقيه يعني مع الاداره في اللعبه نفسها ان شاء الله ان انا اجيب لعيبه من مصر باذن الله. ما ينفعش يا استاذ المستشار. ايه اللي ما ينفعش؟ ما ينفعش. انا بقول دوري مصري، ما انا في الدوري الانجليزي، ما انا ابي العبه في الدوري الانجليزي. ما ينفعش يا استاذ المستشار. هتشوف بعينك. ازاي؟ انا بقول لك هتشوف. هتجيب مين طيب في الدوري المصري؟ انا برشح حوالي، لان انا حطيت في كل مركز واحد. فعندي ورا ان شاء الله باذن الله اجيب الونش، خلي بالك، في نص الملعب هجيب الولد المحترم محمود عبد العزيز، والناحية دي هجيب الولد أحمد خالد، خلي بالك. بتاع مين أحمد خالد؟ مصري. مصري. اللي بشعر ده. ده أنت تلعب بقى فانتازيا الدوري المصري؟ يا بيه ما عنديش مشكلة، ولا بيه وهنا وهنا. لا يا باشا ما ينفعش. ما ينفعش. يعني هتجيب ستيرلينج تجيبه الدوري المصري؟ لا هو ما يجيش هنا يا بيه، إنما أنا بعت هناك يعني، لأن في نقص. لا 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 أنت مش لاقي لعيبة تلعب. ما ينفعش تستاذ المستشار. يا بيه ما هو دي حاجة مقرفة يعني، أنا نفسي طبعا الحظ يساعدني والدنيا تمشي معايا، والاخ اللي اسمه جوارديولا ده هو اصحى معايا بقى شويه. ها جوارديولا ده سبب المشاكل شويه. يا بيه سبب المشاكل. وانت تنزل ده ستيرلينج نشتري يلعب معاك ده تنزل ده هو كده. ايه القرف ده؟ زهقنا طعنا. طب سيادة المستشار، احنا بنشكر حضرتك في برنامجنا السكواد. احنا طبعا هنستعين بيك في الفترة الجاية ان شاء الله، إن شاء نجيبك الله في حلقات الله تحط لنا انت السكواد لما تكون كده ايه لعبت اللعبة وبس. ان شاء الله متعمق فيه. طارق حامد هتجيبه الدوري في سكواد الدوري الانجليزي في الزمالك يا بيه. مش هتوديه في السكواد؟ لا انا مش عايز العب في المنتخب اصلا. ليه يا سيادة المستشار؟ تعالى يلعب في النادي بس يا بيه، ربنا يحميه يعني. شكرا سياده المستشار، احنا بنروح تاني مره بنقول لسياده المستشار اهلا بيك معانا في برنامجنا سكواد، وكان فخر لينا انك معانا النهارده. حبيبي عايز اقول ان برنامج محترم، فكره جميله جدا جدا جدا، وهي دي بقى يا بيه البرامج الحقيقيه، خلي بالك. انما ولد دلوقتي يطلع يعمل لي عبط وبقابورته طافح على زفت الطين ده هو اللي اسمه الفيسبوك. هنعمل ايه بس؟ انما هو ده يا بيه البرامج المحترمه،
قد ما بيعمل محتوى جميل للناس يفيدها ونستمتع. مبسوط جدا. ايه رايك في اسم القناه؟ لا يا حاجة جميلة جدا، وانت ولد محترم، ربنا يخليك، يعني حد محترم جدا، وانت يعني المستوى الشخصي انا بحبك جدا، مع انك يعني ايه لابس يعني احمر، انا ما عنديش مشكلة. انا اهلاوي، انا ما عنديش مشكلة، انت زملكاوي يا استاذ، انا مش عادي. فبرحب بيك ان شاء الله باذن الله، القناة دي تبقى رقم واحد في مصر ان شاء الله. استاذ حبيبي شكرا، ان شاء الله انا دلوقتي عشان عندي ظروف. ليه عندك ظروف يا بس؟ طب نقدم اخر حاجة. يا مهدي يا مهدي،